ترجع دموعي تضم ونسيها الألم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك، كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا مثل الأيام قلبك كسر قلبي، مثل الأيام صاب العمالي. ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري، وانت منك جوا. مثل الأيام كنا أنا وأنت، بقلبك محلي وجوا قلبي أنت. وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايقني يا رايقني كنت بوقتها اختفي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا
سوري تأخرت عليكي. أهلين مسيو رامي. تأخرت كتير. وين كنتوا مع مين؟ هلأ بدي أعرف. قبل ما أنا أقلك أنا بدي أعرف. أنتي وين كنتي نايمة امبارح؟ هلأ شو بيهمك أنت إذا نمت ببيتي أو ببيت إياد؟ بيهمني. أكيد بيهمني وأنتي بتعرفي. خلص رامي. صرنا حاكين بالموضوع أكتر من مليون مرة. أنت ما فيك تكون إلا صديقي وبس. إياد هو حبيبي. صار لي بعرفه 7 سنين يعني من قبل ما أتعرف عليك. ومقررين نكمل حياتنا سوا. يعني ما في شي رح يتغير. يعني أنت هيك حابة تضلي؟ بدون جواز ولا عائلة ولا أولاد؟ الله يخليك رامي. ما بدي أتخانق أنا وياك. أنت صديق عزيز ووجودك بحياتي كتير مهم. ما بدي لا أتخانق معك ولا أبعد عنك. خلص خلص ماشي ماشي أوكي. سوري بعتذر. شو بدك ضيفك؟ عفوا؟ لأنه عحسابك يعني أكيد. مرحبا أم محمود. شريفة؟ شريفة؟ يا شروف؟ شرفتي. شرفت لك شرفت لك. شوفي 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 قولي ساعة ساعة لحتى تجيب القهوة. عادي عادي تنسولف. عادي دخليك؟ ايه. صبحت على أم محمود ما ردت علي بها شي؟ ايه اكيد ما عربوا. قولي على أمتي عليها ما عم تقدر تتنفس اصلا كلياتنا. شوفي بقى هذا القطن اللي عم يهل علينا كلنا اللي حصير معنا ربو. الله يلعن ابو هالعيشة. الله يلعنك يا أم كوظيف يا بيضة. إيه باردة القهوة؟ باردة كتير شبك. ليش عم تضحك؟ ليش عم تضحكي وليه؟ هاي حبيبي. شو يا قلبي؟ بعد ما مشيت من المكتب؟ لا والله يا حبيبي لسه. كان عندي شوية مشاكل هون بالأوتيل عم حاول حلها. يعني شوي وبخلص. ايه هلا هلا بعد شوي بطلع. دخلك؟ أنا قلت لك إني أنا اشتقت لك كثير. وأنا كمان. يلا ما بدنا نتأخر على زينة حياتي. حياتي يا زينة عايشة بدنيا غير دنيا. ليش؟ بتحب المسرح والموسيقى والرقص. مع إنه أمها اللي خلفتها مش هيك. صح. وحضرتك بزنس مان سفر وسياحة وأوتيلات.
حضرتي مختبر وادويه يعني غير عالم. حدا من اهلك بحب الفن؟ انتي اهلي، انتي وزينه وبس، عائلتي. ليه عم تطلع فيي هيك؟ زينب بتكبر وانت بتصغري وبتحلي. واو، هيدا احلى غزل ممكن تسمع وحده من حبيبها اللي مثل القمر. هذا مو غزل، هي حقيقه. انت وشك بيبي فيس، يعني قد ما كبرتي ما بيبين عليك. شو قصدك؟ يعني انا كبرت بس مبينه صغيره؟ إيه لا حقيقة، اللي من عمري هلا عم يتجوز وعم بيجيبوا 10 اولاد كمان. معك حق، انت بتستاهلي يكون عندك اولاد. اولادك رح يطلعوا بجنن. اولادنا قصدك؟ انا ما بدي اولاد الا منك، منك انت. أو ما بدي. شمي يا عمري، شمي أم محمود، مزهر مزهر، شمي تنفسي. إيه 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 إيه، قولي بسم الله بسم الله بسم الله. بدي اشوف ابني، بدي اشوف ابني قبل ما اموت، بدي اشوف ابني. عامر قدم لعدمك. وين ابني؟ سلامتك يا ابني، سلامتك. وين ابني؟ بدي اشوف ابني قبل ما اموت، بدي اشوف ابني قبل ما اموت. محمود قرب لعند امك. عمتي بدها اياد، بدها ابنها اياد، ما تفهموا عليها يعني؟ لا انا ولا عامر ولادها، بس اياد ابنه وخلاص. بدي اشوف اياد، بدي اشوف اياد قبل ما اموت. هلا بدك تروحي انت؟ اي اكيد. شوفي شوفي ستي ستي ستي. بدي اشوف ابني قبل ما اموت. ماشي يا تيتي، ماشي ماشي. بدي اشوف حفيدتي قبل ما اموت. ماشي ماشي. الله يخليك يا تيتي، بدي اشوفه قبل ما اموت يا حبيبي. ماشي يا حبيبي، حبيبي يا حبيبي، قبل ما اموت يا امي، قبل ما اموت تقبرني. ليش جاي انت مقصف ماما مع بعضكم؟ كنت سوا ولا سيبك بعدين؟ اكيد لا. حبيبي يا حبيبي، حبيبي بدي اشوف ابني قبل ما اموت. آخ آخ آخ، قولي على الفقير وعيشته. هيا شريفة، كيف هلا؟ مالها منيحة، مالها منيحة لك أخي. أنجأ عم تاخذ نفسها، كأنه قلبها رح يوقف. لأنه لازم تروح على المستشفى، قلبها ضعيف وما بيتحمل. نعم، تروح على المستشفى؟ لا والله، خذها على أمريكا أحسن. لك أخي أنت عايش بغير هالدنيا، أنا ومستشفى بتستقبلنا ونحن قرش مبخوش ما معنا. شو يعني؟ نتركها تموت؟ لك هي مرتي وأم ولادي وشريكة عمري وحياتي كله. العمى بقلب هالحياة شو بتزل؟ تصدقي أوقات بحس إنه إيدي مربطين، ربطينه متلبك لأنه مرتي عم بتموت وما بقدر أعمل لها شيء. من سنة وصف للدكتور أدوية لقلبها
لأنه قلبه ضعيف وما قدر جيب لياهن ولا حتى أولاد الشباب قدروا يجيبوهن. لكن لشو هالحياة؟ لشو؟ تعرفي أوقات بتمنى الله ياخد أمانته منشان ترتاح أشرف له من هالحياة الزفت. بدي ابعت صورك لعند عمي اياد، بدي خليه يجي لعندك لهون على لبنان. اياد اياد حبيبي، بدي اشوف بدي اشوفه قبل ما اموت. الله يطول عمرك. بوعدك يا حبيبي، بوعدك والله. بدي اشوف معيون، بدي اشوف. تعبرني تعبرني، بدي اشوفه قبل ما اموت. والله بخليه يجي لعندك لهون يا حبيبي. انت عمي، أنا مجد، خبرتك من قبل إنه ستي قلبها ضعيف كتير، بس أنت ما عم ترد علي. قلت لك إنه قلبها عم يشتغل 20%، وهلأ هي بخطر، ممكن بأي لحظة تموت. عمي، ستي هلأ كتير تعبانة وما في على لسانها غير اسمك، قال بدها تشوفك أنت وبنتك قبل ما تروح. وأنا وعدتها، وعدتها أني خبرك. هلأ هي نايمة بتختها وما منعرف إيمت بدها تتركنا. الله يخليك تعا شوفها بسرعة، الله يخليك قبل ما يتأخر الوقت. عمي خلص جينا، خلص ببعث لها طيارة خاصة وبجيبها لهون. لا بدي روح لهنيك ولا بدي شوف حدا منهم. شو هالمنطق اللي عم تحكي فيه إياد؟ شو طيارة خاصة؟ أمك حالتها الصحية خطرة ويمكن تروح فيها. بأسرع وقت لازم تسافر لعندها وتنقلع أهم مستشفى، يمكن تقدر تخلصها. عم قلك ما بدي شوفهم، ما بدي شوفهم، خلص ما بدي شوفهم. أنا هدول جماعة شلتهم من راسي. طلع فيي إياد، طلع فيي. أهلك صار لهم زمان ساكنين بلبنان، يعني مش ببيتكم ولا بالمطارح البشعة اللي كنتوا تتخانقوا فيها. بعدين خلص المشاكل صار لها سنين، ماتت من زمان. جنى فهمي علي، إن شاء الله فهمي علي. أنا هدول الجماعة لما تركتهم ومشيت خلاص ما بقى في شي بيربطني فيهم. أصلاً وقت ما خلقت ما في شي بيربطني فيهم. أنت بتحب أمك كتير وما رح تسامح حالك أبداً إذا صار لها شي بلا ما تشوفك وتتعرف على البنت. من بكرة بسافر أنا وياك وزينة على بيروت وبتنقلها على أهم مستشفى. أنا عندي جمعة فرصة وباخدها هلأ، ما في مشكل. وزينة إذا عطلت كم يوم عن المدرسة أكيد ما بيصير شي، ستة أهم. لا لا، زينة عندها بروفات وقصص. يا حبيبي وين المشكل؟ يعني بلبنان ما في أساتذة بيدربوا رقص؟ خي وسام قال لي إنه صار له فترة عم يظهر مع بنت ترقص وبتدرب رقص، بركي هي بتدربها هالفترة. خلص أنت ما تعطى الهم، أنا بهتم بكل شي بخص زينة، بس مهم أنت تقرر. مش إياد اللي بيدير ظهره إذا في أي حدا عايزه، خاصة إذا كانت أمه. مش إياد. شو قولك يا شريفة؟ بتموت لا سمح الله؟ يا علي عليها، أنجي عم تاخد نفسها. على كل عين، عامر حكى مع دكتور اليوم جاي لعندها. الله يلعن الحرب وساعتها. شوفي وين كنا وين صرنا. إن شاء الله بتروق الأحوال وبترجعوا عرزقكم يا حبيبتي. مع إني رح أشتاق لك إذا فليتي يا شروفتي.
وأنا كمان رح أشتاق لك يا بيضة، وأكيد زهرة بنتك حتشتاق لمجد كتير. مئة مرة قلت لك ما تجيبي لي هالسيرة، زهرة ما إلها علاقة بمجد وما فيها تطيقه. امبارح من بعد ما رجعنا من هون سألت عنه وقلت لي مجد أنا بدي انغرم بواحد غاشي مثل مجد؟ ولا ممكن. بالله شو خلاص ولا صدقتيها؟ أكيد حبيبتي، بنتي ما بتكذب علي أبدا. تقفشي قلبه لأنا إيه؟ لأنا كمان. زهرة فيكي شي؟ وعدني إنك مش رح تتركني بس تخلص الحرب وترجع على سوريا. بوعدك. ما تضحك أنت وعم توعدني مثل واحد عم يضحك علي. بوعدك سيدي. بحبك يا مجد، أنا بموت فيك. وأنا كمان زهرة، خايف تتركيني من ضغط أهلك. حدا بيبعدني عنك أبدا. أنا رح روح أعمل تشيكين، أنتوا ريحوا شوي. حياتي أكيد حجزت اثنين سويت، لأنه هون نحن بلبنان مش بلندن، أوكي؟ أيوة رجعنا بقى. بابا وماما ولبنان و يرجعوكي على المدرسة فرد مرة. تحجز سويتين مثل الشاطر. ما بدي. هلا أنت خد سويتين وأنا ببقى بزورك. موافق. كتير حلو. هاي جنجون، اشتقت لك خيي. انا بلبنان. عن جد؟ وينك كل زهرة؟ ببرمانة بالجراند هيلز. المهم هلأ خبرني، بعدك عم تظهر مع البنت اللي بتدرب رقص ولا خلصنا مثل كل مرة؟ خلصنا شو؟ هالمرة مغروم لشوشتي، بحبها كتير وعم نفكر نرتبط. خي هيدي خبرية حلوة. طيب بعدين بتخبرني كل التفاصيل. المهم فيها تستقبل من بكرة بنوت صغيرة تدربها رقص عشي جمعة؟ ها أحيي وصلت. كيما فسري لك كل شيء انت بس ما تينا ما تنسى. ميرسي حبيبي. اختي بدها تحكي معك. مين؟ اختي. هاي جنى. ماشي اوكي يلا ناطر انا. باي باي. يلا شي ربع ساعه بتيجي سياره الاسعاف بطلع على الطيعه بنزلها على المستشفى الامي. تعرف العنوان على المزبوط؟ اي بعرفه، اخذته من مجد. رح ينصدموا بس يشوفوك. ان شاء الله اقدر ساعدهم. ان شاء الله، واذا ما قدرت بتكون حاولت على القليله. كثير مبسوط اني عملت هيك واجيت، وهذا كله بسببك. دائما بتخليني اعمل الشغلات الحلوه بحياتي. انا كثير بحبك. انا بموت فيك. انا وزنزون رح ننطرك هون، حتى عند أهلي ما رح روح. أوكي ليش بتستجري تروح؟ حكيت مع أستاذة رقص رح تيجي بكرة الصبح على اللوبي. والله؟ نحكي نحن وياها ومنخبر عن زينة. هيك ما بيروح عليا ولا درس رقص. شو حلو شو حلو شو حلو. جاي أستاذة رقص. بدنا نرقص بدنا نرقص بكرة. بدنا نرقص.
بك شي استاذ؟ حاسس بشي؟ حاسس بكل شي. يزن حبيبي صدقني عم بعمل كل جهدي، بس انت بتعرف ما انا سهل انه الواحد يقدم فيزا هلا لشاب عمره 25 سنه وسوري بهالظروف ويعطوه اياها على لندن. لك انا بعرف، انا مقدر وضعك وبعرف تماما شو اللي عم بصير، بس انا صدقني عم بعمل اللي علي على بيروت. شو بده ياخذك على بيروت حبيبي؟ لك يا اخي اذا بدك تروح على بيروت بدك تقدم اقامه، بدك تلاقي شغل، القصة ما أنا سهلة يعني على أضرب. أبو محمود شوف سيارة الإسعاف لعند مين جاية؟ والله ما بعرف. لك يا شباب، تعوا شوفوا سيارة الإسعاف لعند مين جاية؟ قلت لك يا محمود جاية لعنا، شوف. شو جاي تعمل عنا هاي؟ والله ما بعرف. خير إن شاء الله خير. مساء الخير. أهلين، مساء الخير. هون بيت المريضة سعاد خليل؟ ايه هون بيتها. خير؟ جايين ناخذها على المستشفى من بعد اذنك. تاخذوها على المستشفى؟ على عيننا وراسنا، بس مين بعدكم؟ سهلة، تعرف انه في عندك اهل؟ تذكرت؟ منور والله. يلا شباب فوتوا طلعوا اذا بتريدوا. عمي انا مجد. اهلين مجد، فوت جيب لي وراء ستك وتعال. أنا مبسوط إنك إجيت، لوين بدك تاخذها؟ مطرح ما لازم تكون. ما بتسلم على أهلك؟ ولا تبريت منهم وصرت ابن زواج؟ صار معك مصاري ما؟ سلم على ابوك على القليلة. سلم على عمتك اللي ربتك. اسأل عن اخواتك ولاد اخواتك. كيف عايشين بهالتعتير؟ يا ابن الاصل. ما رح رد عليك هلا. أنا جاي لحتى آخذ أمي وبس. هلا؟ هلا صرت تخاف على أمك؟ لوين بدك تاخذها؟ عم بعادها عنكم، بلكي بتعرف تعيش، لأنه شكله عندكم ما في إلا الموت. بعد 20 سنة تذكرت إنه ما في عنا غير الموت؟ هلأ تذكرت أمك؟ هلأ تذكرت عيلتك؟ محمود ما رح جاوبك هلأ، لأنه جوابي لا رح يقدم ولا رح يأخر. عمي هاي الهوية والإقامة. يا ولدي يا دلي لوين أخذيني؟ يا رب وينك يا رب؟ Oh,
اتركها لحالها. لك وين رايح؟ بدي روح شوف لوين اخذ امي، ما بعرف شو بيعمل فيها. لك كتر خيره اخوك. يلا يا استاذ بدنا نستعجل شوي قدامنا طريق طويل. عشو كتر خيره؟ عشو؟ اجا من السفر واخذها لامك على المشفى. مو شايف حالة امك صار لها خمس ايام تعبانه؟ ونحن مو طالع بايدنا شيء؟ بس شو الواحد بده يحكي؟ الله يلعن ابو الفقر. خلص ما في لزوم توصلنا لفوق. يلا تشاو. بحبك يا بنت، رح اشتاق لك من اليوم لبكره. انا كمان. بكره بكير ما تنسى، حكيت جانا وقلت لها جايين لعندها على الاوتيل، لانه اياه بده يروح يشوف امه بالمستشفى. خلص وسام، فهمت فهمت. شو كم مره بدك تهدلي اياها؟ ليش من اي متى بتاخر انا اصلا؟ هلا شو بكي كل ما وصلك عبيت اهلك بدك تنفقسي وتفشي خلقك فيي؟ اي مفقوسه، لانك بتعرفني كثير منيح اني بكره ارجع على البيت. يلا باي. اه هيك بلا بوسه؟ رجعت حبيبتي قبل ما يمشي بيك، حتى تعرفي ليش بضلنا اتخانق معه، ضابة بغراضه وراجعه لصاحبته. فيكي تحلي عني وحش حردي بنتي ضدي؟ فيكم تحلوا عني اثنيناتكم لانكم تعبتوني ولعيتوا لي نفسي بمشاكلكم؟ بدي نام وارتاح، ارحموني بقى. بحياتك ما رح تفهميني معه، بحياتك. معقول ما يفوت يسلم على عمته وأبوه وإخواته بعد 20 سنة غربة؟
يعني معقول ما عاد نهمه لهالدرجة؟ لك والله مالي عم أصدق، مالي عم أصدق أبداً يا جماعة. لما شفته حسيت حالي كثير مشتاق له، حسيت إني بدي ضمه وقل له قديش كنت محتاج لك وقت ماتت بنتي ومرتي. إيه دخيلك شو حنون؟ مشتاق له؟ إذا مشتاق له روح لعنده، بس أنا ما راح أسلم عليه لأنه هذا مو أخ. واحد بيترك أهله 20 سنة وما بيسأل عنه ما بيكون أخ يا سيد عامر. بس شو ما كان عامل بيضل اسمه أخوك. خذوا له. حكى بدري، حكى الفنان العبقري. بدك الصراحة طالع لك ابنك بزق وبزق. يا زلمة شو قلبك قاسي. تفضل عمتي. عمتي. نعم. أنا بكرة نازل على المشفى، رح ضل جنب أمي طول الوقت، إذا عجبه أو ما عجبه للسيد إياد، وكلنا لازم ننزل. بعد 20 سنة تذكر إنه عنده أهل، بعد 20 سنة تذكر إنه عنده أم وجاي يشوفها. هذا الحكي المزبوط. خلاص ولا؟ نزلناها على المستشفى، بس حالتها كتير خطرة. ما بعرف شو مشاعري ولا عم بفهم شو حاسس. خليكي جنبي اليوم، ما تروحي. ما تعتلم حبيبي، حتى أنا ما رح أتركك. بتعرف الكوريغرافي تبع حفلتنا؟ معلش حبيبي، تتدربي معها شوي بس لبين ما نرجع على لندن نحن. اوكي؟ وهلا رح تشوفي التيتا. تيتا مريضة شوي، بس لما تشوفك اكيد رح تصح. اكيد رح تصح، رح تقوم تركض كمان. ها؟ لك وينه؟ حياتي، كمي العصير. اهلا جنزو حبيبي. الندم يا ريت تدري.
ترجع دموعي تضم ونسيها الألم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك، كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. آه يا زمان يا شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا ولا بتعني لي حياته، شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري. وانت منك جواته مثل الايام كنا انا وانت، بقلبك محلي وجوا قلبي انت. وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايتني يا رايتني كنت بوقتها اختفي. صعب كمل حياتي. آه يا زمان يا شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب انسى حبيبي والأصعب كمل حياتي.